ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين ليقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء. عبد العزيز حاتم، ربما ليس في هذه المرة. وكأن الفريق لا يقدر على صنع الفارق أو تحدي منافسة في مثل هذه الكرات. كرة للخلف غير مقصودة والحارس ينجح في الحصول عليها. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية، يلعبها في المساحة. الآن بدون رقابة عنده فرصة كبيرة. قدم الخصم هدية مجانية. والآن فرصة للتحول الهجوم. لمسة على اليسار. ما زالت النتيجة سلبية في المباراة حتى الآن. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. عبد العزيز حاتم، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. حتى الآن مباراة بدون أهداف. دفاع أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة، لكن محاولة كانت جريئة وربما تشجع على تكرارها. ربما لو وجد الدعم من زملاء لكان لهذه الفرصة شأن آخر. كان بحاجة لمليمترات ليصل الكرة. قطر وركنية أولى في اللقاء. يلعبون ركنية قصيرة. في هذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. And please welcome our lads to the field. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. قطر سيطرة كاملة على الشوط الأول لكن بدون فاعلية حقيقية. فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكل هذه الفرص. كرة طولية في المساحة الخالية. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. محاولات هجومية قليلة جدا على المرمى، طبيعي تكون نتيجة سلبية. لا أحد يريد الهجوم، غريب جدا أمر هذه المباراة. حذر مبالغ فيه في رأيي، مهم جدا أن تأخذ زمام المبادرة، أن تجازف في مثل هذه المواقف. كل فريق خائف من الآخر، بالتالي تبقى النتيجة بهذا الوضع والتعادل مستمر.
ثقة كبيرة ظهر الدفاع هنا في التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. الله على هذه المهارة، بينية رائعة. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يبحث عن المهاجم، ممتاز في التمرير. عرضية داخل الـ18. الأردن يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. عبد العزيز حاتم. There will be one minute added time. الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. فرصة كبيرة الآن من الركنية، والكل يجب أن يتقدم. يحاول مجددا. انطلقت صافرة النهاية وانتهى كل شيء. سنذهب الآن إلى الأوقات الإضافية. على الرغم من أنها 0-0، لكن مباراة في منتهى الروعة، بإيقاع عالي، بمستوى عالي، بفن، بإبداع. 90 دقيقة من اللعب بدون أن يتمكن أي من الفريقين في حسم الأمور. سنذهب وإياكم إلى أوقات إضافية ونعود الآن مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. كرة إلى الأمام. عبد العزيز حاتم يلعب كرة على اليسار، الكرة تصل إليه، يلعب ضربة رأسية. المتابعة موجودة، موجود لإبعاد الكرة. تدخل رائع، كان عليه أن يواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه. كرة رأسية، الله مارك، الكرة في المرمى، يلعب كرة. وأخيرا يأتي الهدف. نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. تنطلق الصافرة إذن وينتهي الشوط الإضافي الأول. ربع ساعة أخير، ماذا ستحمل معها ربع ساعة الأخيرة؟ كل شيء يظل وارد في هذه الملحمة الكروية المثيرة. تعود المباراة مع بداية الشوط الثاني. شاهدنا الأهداف ورغم عدم وجود فائز حتى الآن في أكرم عفيف. يا إلهي، إنه هدف الحسم بالتأكيد، ضربة قاسمة في هذه المرحلة الأخيرة من المباراة. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط بريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. قطر يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. تمريرة قوية أكثر من اللازم، عند مساحة خالية على الطرف، فرصة للتسديد. كانت مراوغة رائعة جدا وفرصة كبيرة. الله على المهارة العالية جدا، مرور غير عادي وإمكانيات كبيرة. لاحظ معي كيف وكيتعامل مع الكرة وماذا فعل بالمدافعين.
خطر ممكن يستغل هذه الفرصة. تحول سريع في الملعب، لمسة على اليسار، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. وانتهى، انتهى، انتهى المشوار. مع حماس لاعبين، مع مدرب عبقري، مع جمهور لم يهدأ من الدقيقة الأولى، مع هذا العرض المثير والمذهل، الليلة غير عادية بالتأكيد. أكرم عفيف كما كان متوقع أن يفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء كبير هذا اليوم. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني